الرحمن الرحيم. دائما يشكل معرض الرباط أو معرض المغرب الدولي للكتاب منصة مهمة جدا لتبادل الأفكار وتبادل العلوم وتبادل المنشورات والمصادر البحثية العلمية في مجالات متعددة الحقيقة، وبخاصة في مجال الذي يهتم به مجلس حكماء المسلمين وهو تعزيز السلم. البحوث والمنشورات كل عام متجددة في معرض المغرب الدولي للكتاب، ولا يأتي قاصد إلى هذا المكان إلا ويجد بغيته الحقيقة في المصادر العلمية والمعرفية المتعددة النواحي والاتجاهات. ولذلك يحرص مجلس حكماء المسلمين على أن يشارك من خلال دار الحكماء للنشر التابعة للمجلس في هذا المعرض المهم، وأيضا يسهم ببعض منشوراته وإصداراته حول ليس فقط القضايا المعاصرة، ولكن أيضا المجلس يمتاز بأنه دائما يربط بين التراث والحداثة وبين القديم والمتجدد، ولذلك يأمل دائما أن يقدم بعض أطروحاته وبعض المنشورات والكتب والإصدارات التي تعني بقضية السلم وأيضا تعني بتنمية الفكر الإسلامي وإعادة ليس فقط الإصدارات الجديدة، ولكن أيضا إعادة نشر بعض كتب التراث أو بعض الكتب العلمية القديمة المؤثرة، ليبقى هذا الربط دائما بين الماضي والحاضر، بين التراث والحداثة والتجديد ربطا ليمثل منصة بين قوسين نتمنى أن تكون دائما منصة للحكمة. قضية شعار أو قضية هدف يستخدم فقط للشعارات الرنانة والبراقة، ولكن الحقيقة هي قضية إيمان بمفهومية السلم، إيمان بأثر هذه الثقافة، ثقافة السلم، في تعزيز ورفع الوعي الإنساني بضرورات ومتطلبات تحقيق السلام العالمي في ذات الوقت. ولذا مجلس حكماء المسلمين يسعى في مناحي مختلفة، يسعى على مستوى حوار الأديان والثقافات، وله في هذا جهود كبيرة جدا، آخرها كان ملتقى البحرين العالمي للحوار والذي حضره الإمام الأكبر والبابا فرانسيس ومجموعة من أبرز قادة ورموز الأديان في العالم. أيضا على مستوى الشباب مجلس حكماء المسلمين لديه اهتمام كبير جدا بتعزيز السلم وثقافة السلم وترسيخ هذه الثقافة لدى النشء والشباب في ذات الوقت، وقريبا سوف يعقد في جنيف النسخة الثانية من منتدى صناع السلام التي كل نسخة منها تقدم للمجتمع قيادات شابة تحمل قضية السلم على عاتقها وتسعى في تعزيز هذه المفاهيم المرتبطة بالسلام في وسط الشباب ليكونوا قادة مؤهلين على حمل هذه الرسالة في المستقبل.
أيضا مجلس حكماء المسلمين هو يعني بالشأن المسلمين في العالم وقضاياهم التي تؤرقهم، وبخاصة مسألة خطاب الكراهية. الحقيقة أنه كل الأديان تعاني من خطاب الكراهية، ولكن تحديدا الإسلام يعاني من خطاب كراهية شديد، وخاصة إخواننا من المسلمين في الغرب يعانون من ظاهرة تصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا، ولذا يعمل المجلس مع شركائه على التخفيف من حدة هذه الظاهرة، وأيضا توعية المسلمين بالطريقة المثلى للتعامل مع هذه الظاهرة المخيفة، التعامل الحضاري بالاندماج الإيجابي في بناء هذه المجتمعات وتعزيز الثقافة الإسلامية، وأيضا تصدير الصورة الحقيقية للإسلام، وهي أنه دين سلام وتسامح يقبل الجميع ويتعاون مع الجميع من أجل بناء الأمم والشعوب. أيضا لدينا مشاريع متعلقة بدعم وتنمية دور المرأة في المجتمعات وحقوق المرأة وإبراز نظرة الإسلام للمرأة، لأن الإسلام كما تعلمون ويعلم الجميع هو أعلى من مكانة المرأة في كل المجالات. هناك بعض المنتسبين للإسلام الذين الحقيقة أسهموا بتصرفات خاطئة وبأقوال خاطئة وبعيدة عن الدين في تصدير هذه الصورة أن الإسلام يتعامل مع المرأة بشيء من الحرمان لحقوقها وبعض حقوقها، وهذا مخالف تماما لحقيقة الدين الإسلامي السام. العديد من الجهود يتعامل عليها المجلس على المستوى الإقليمي والمستوى العالمي. الحوار الإسلامي بين السنة والشيعة هو هدف من أهداف يعمل عليها المجلس لخلق بيئة سلام داخلية داخل المجتمعات الإسلامية، وأعتقد أنه بعد دعوة الإمام الأكبر شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين إلى ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة وحاسمة إلى تعزيز الحوار الإسلامي والتفاهم بين السنة والشيعة، سوف تجد آثار ملموسة بدأت بالفعل تؤتي ثمارها، ولكنها سوف تجد آثار أكبر في القريب العاجل. يعني أنا قلت سابقا أن يعني قطار التسامح، قطار التعايش، قطار الأخوة ينبغي أن يتوقف في المغرب، المملكة المغربية، ليبرز ويعلن أن هذه منطقة تعايش منذ القدم، هذه منطقة تعايش ليس اليوم. المغرب معروف بأنه بلد متعدد متنوع الثقافات، جميع الأديان والمذاهب تعيش على أرض هذا البلد الطيب منذ آلاف السنين في وئام وتعايش وتسامح، يمثل أنموذج لا بد أن نحترمه ونعلنه ونبرزه، لأنه الحقيقة يعني حتى القيادة المغربية هي تقدر هذا وتؤمن بهذه القضية، ليس الآن ولكن من القديم، وتوالت القيادات المغربية في الحكم ترسيخ الثقافة واعتبارها جزءا من هوية هذا الوطن. التعايش ليس جديد على المملكة المغربية، ونحن وأنا شخصيا على احتكاك بثقافة هذا البلد وتعايشه وتعدده وتنوع واختلاف ثقافاته وأطيافه، وهذا يمثل دائما أنموذج يحتذى به ونذكره ونتحدث عنه في كل مكان. أعتقد أننا بحاجة إلى في عالمنا العربي والإسلامي أن نهتم كثيرا بقضية الأخوة الإنسانية. النبي صلى الله عليه وسلم نبي الإسلام محمد كان يقول عقب كل صلاة: يا ربي أنا شهيد أن الناس كلهم إخوة، يا ربي أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة. هذا خطاب عالمي لتعزيز هذه الأخوة والزمالة العالمية بين الشعوب. نحن الآن كمسلمين في حاجة إلى تعزيز هذه الثقافة، والعالم إلى تعزيز هذه الثقافة، وأظن أن الكوفيد والتحديات وحتى الحروب والصراعات التي تطل على العالم تؤكد كل يوم أنه على قادة ورموز، على أيضا القادة السياسيين والحكام دور في ترسيخ هذه الثقافة وفرضها واقعا في حياة الأمم والشعوب حتى تهنأ البشرية بحياة آمنة مطمئنة وهادئة في مستقبلها. الشيخ العلامة الدكتور مصطفى بن حمزة هو
الحقيقة هو ليس فقط عضو في مجلس حكماء المسلمين، ولكن هو رمز من رموز مجلس حكماء المسلمين، وهو رمز من رموز العالم الإسلامي في هذا المجلس المهم الذي يحظى باحترام كبير عالمي ومحلي وإقليمي في العديد من الاتجاهات والقضايا والتحديات. الشيخ الدكتور مصطفى بن حمزة على تواصل دائم بالفعل من خلال نصائحه وتوجيهاته الحكيمة فيما يتعلق بقضايا السلم وتعزيزها ودعمها وترسيخها، وأيضا من خلال إصداراته العلمية العميقة التي تفيد وتثري المكتبة الإسلامية ومكتبة السلم والأخوة الإنسانية تحديدا. الشيخ مصطفى بن حمزة، يعني دعوني أقول، أنا أسميه حالة مغربية علمية ثقافية مؤثرة ليس فقط في المغرب العربي ودوله، ولكن في العالم الإسلامي بالكامل. ولذا كان حرص الإمام الأكبر الشيخ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف منذ أول يوم أن يكون الشيخ مصطفى بن حمزة أحد أعضاء هذا الكيان العالمي لتعزيز السلم والتسامح والتعايش. الشيخ مصطفى هو إطلالة مغربية بنكهة إسلامية معاصرة، محبة للخير لكل الناس، منفتح على العديد من الثقافات، وبوجوده يمثل أهمية وركيزة أساسية في مجلس حكماء المسلمين. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.